يعني احلى منظر تشوفوه هو يعني منظر لعيبه النادي الاهلي الصغار براعم، هم بيضحكوا وهم بيفرحوا، مفيش حاجه اجمل من كده. هم ده يعني هتفضلوا فاكرين بقى هذا المشهد في سنوات، وان شاء الله كده ربنا يديكم طول العمر ويدينا معاكم، ونجيب قناه النادي الاهلي ونجيب النجوم الصغيرين اللي كان مبسوط في الملعب واللي كان واقف على الترابيزه، ونوري له الحاجات دي وهو صغير كان بيعمل ايه، زي ما عملناها مع نجوم كبار على مدار التاريخ. كنت بتكلم مع نجومي في امر من الامور المهمه جدا، وليه دايما السؤال دوت مش لاقيين له حل الصراحه، ان في المراحل السنيه الصغيره او المنظر اللي انا بقوله لحضراتكم اهو، مفيش حاجه اجمل من كده. وده طبعا فرحه المكسب، فرحه الفوز، النادي الاهلي عنده نظام وانضباط، ولكن في المكسب وفي الفرحه بيدي مساحه، والمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده مفيش حاجه اجمل من كده. ارجع تاني للنقطه المهمه، انك في المراحل السنيه بتبقى ما تروح مثلا تلاعب فرقه من المانيا، تلاعب فرقه من اسبانيا، تلاعب فرقه من اي فرقه في العالم، انت